وعن تهجير أهالي البكرية غربي بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف من صلاح الدين المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين الشيخ طامي المجمعي. أهلا بك معنا شيخ طامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك شيخ طامي. يعني يشكو سكان حي البكرية من محاولات الاستيلاء على أراضيهم بحجج مختلفة. السؤال هنا، لماذا تصر الحكومة على الاستيلاء على أراضي البكرية برأيك؟ يعني بالنسبة للأراضي البكرية في حزام بغداد في منطقة الغزالية، يعني تدري هي منطقة البكرية الأولى والبكرية الثانية اللي صاير بأطراف الغزالية. هاي بالنسبة لها عقود زراعية كانت البعض المسؤولين بالنظام السابق وقسم من عندها البعض الأشخاص اللي موجودين بتلك المنطقة، صار لهم عشرات السنين ساكنين بيها. الدولة هسه قامت بإعطائها الاستثمارات الشركات وإعطائها المسؤولين، وقسم من عندها يريدون يوزعوها قطع أراضي بعض المسؤولين في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى. وقاموا بتهجير الناس بدون تعويضات بدون أي مبرر. مجرد أن هذا الناس ساكن بهاي الأرض وزارعها صار له عشرات السنين. طيب لماذا هذه المنطقة؟ لماذا البكرية بالذات؟ القضية من تهجير الناس من هاي المنطقة لسكنت حزام بغداد وتغيير التغيير الديموغرافي مع حزام بغداد من إلى الجهة الثانية. لأن تدري حزام بغداد بالنسبة له كله من لون واحد، الأغلبية من عنده. فهسه من قاموا بتهجير الناس والاستيلاء على الأراضي مالتها بحجج واهية وتوزيعها إلى أراضي سكنية أو شركات استثمارية، الغرض من عندها تبديل لون اللي ساكن بهذا حزام بغداد، تبديلها من السنة إلى الطائفة الأخرى الشيعية حتى يستولون على حزام بغداد، حتى تكون حزام بغداد مسيطر عليها من قبل الميليشيات. وهذا الشيء مفهوم لجميع اهل حزام بغداد واهالينا اللي تم تهجيرهم صار لهم كذا سنه، من ضمنهم بالطارميه، وهاي العمليات اللي تصير بالطارميه عمليات كلها مقصوده من قبل الميليشيات، وتنظيم داعش اصلا هو عنده ارتباط مباشر ببعض الاجهزه الامنيه وبعض الميليشيات اللي موجوده، يقومون بتهجير الناس واغتيالها وتقريبها واختطافها من هاي المناطق، سواء كان في الطارمية او بغريب في او في البكرية او في المحمودية او في الزعفرانية او هاي المناطق اللي صارت حزام بغداد. نعم شيخ طامي، يعني قوات من جهاز مكافحة الارهاب تقدم على اخلاء البكرية من السكان بالقوة، الى اين مدى ترى ان استخدام القوة كحل جاهز دوما من قبل الحكومة سينجح لربما في تهجير الاهالي من اراضيهم؟ استاذ العزيز، انا سبق وحكيت لك، قلت لك هذه عقود زراعيه. جهاز مكافحه الارهاب اخذ موافقه من رئيس الوزراء على توزيع هذه العقود الزراعيه الى عناصر جهاز مكافحه الارهاب. وقسم من عندها الى شبكه الاعلام العراقيه، وقسم منها الغرض من عندها تغيير الديموغرافي لحزام بغداد. نعم، هذا الأسلوب، أقصد أن هذا الأسلوب الذي تتبعه الحكومة برأيك هل سينجح في تهجير الأهالي من أراضيهم أم هناك عقبات حقيقية ستواجه الحكومة في اتباع هذا الأسلوب؟ بالنسبة للأهالي اللي موجودين في حزام بغداد سواء كان في منطقة البكرية أو في المناطق الأخرى، لا حول ولا قوة. يعني من يجيك أبو مكافحة الإرهاب أو يجيك أبو الجيش أو يجيك أبو الشرطة أو يجيك أبو الأمن الوطني أو يجيك وكذا وشايل السلاح وشايل أمر دولة، أنت بالنسبة لك لا حول ولا قوة، ما تقدر تجابه دولة. هو إحنا بدون ما تجابه الدولة، هي الدولة مبتلي عليك، هي والأجهزة الأمنية القسم من عندهم مبتلينك بأربع إرهاب ومبتلينك بقضايا ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن يعني رغم القمع الأمني المستخدم ضد أهالي البكرية كما تعلم، رضخت الحكومة وأوقفت تنفيذ خطة الإخلاء تحت وطأة الضغط الشعبي. يعني ألا تقرأ أن لربما يكون هناك دور يمكن أن يلعبه المواطن في سبيل وقف هذه الانتهاكات؟ إذا سمحت لي، رضخت الحكومة لمطالب الأهالي بعد تدخل
قسم من أعضاء البرلمان وقسم من الوزراء وقسم من ودخل بها بشكل مباشر رئيس البرلمان سيد محمد الحلبوس، دخل بشكل مباشر ووقف أوقف هذا القمع اللي موجود وانطوهم مهلة. بس لا زال الموضوع سار المفعول، الموضوع سار المفعول، أكو هناك تهجير وتهجير قصري. أنا بالنسبة لي كمواطن صار لي كذا مثل صار لي فد 40 أو 50 سنة أنا ساكن بهذا الأرض، حتى وإن كان عقد زراعي، بس هذا العقد زراعي باسمي وأنا صار لي كذا سنة فالحة. أنت ما من حق الدولة أن تجي اليوم تطلعني بدون كل شيء وما تنطيني حتى قطعة أرض أسكن بيها. نعم، إلى أي مدى ترى أن حال البكرية هو امتداد لسياسات الحكومات والميليشيات بمناطق حزام بغداد ومناطق أخرى لربما في العراق؟ الآن مناطق كثيرة مو بس بالبكرية، باكر بعد باكر راح يأخذون حزام بغداد من الراشدية، الراشدية هسه يشترون أراضي ديوان زراعية بعض المسؤولين وده يأخذوها وده يجرفوها ويسووها قطع أراضي، وقسم منها توزعها الدولة وقسم يبيعوها للدولة وقسم يستثمروها. هي مو بس الراشدية، وعندك التاجي، عندك الطارمية، عندك سبع البور، عندك هور الباشا، عندك أبو غريب، عندك البكرية، عندك المحمودية الرضوانية، مو منطقة مو جديدة، هاي مو أول منطقة أستاذ العزيز. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من صلاح الدين، المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين الشيخ طامي المجمعي، شكرا جزيلا لك.